اولا اللي غيضيف ليا دور جديد من الادوار، وكاين كثير من الناس كيسحبهم بعض المرات باللي تغير الدور هو تقدم، ماشي بالضروري كيمكن لك تأدي نفس الدور ولكن كل مره تزيد فيه وتجتهد فيه. بحال شي صنايعي اللي كيدير بوندون واحد 30 عام واحد العمليه معينه وكيصنع شي حاجه ومن بعد كيتطور فيها وكيوصل فيها. بالنسبه لي انا هذا الشيء اللي وقع ليا، اديت كثير من المرات دور ديال البوليسي، ولكن اليوم كنادي هذا الدور بشكل مختلف جدا، لانه كنحس انه كاين واحد النضج معين، وفي نفس الوقت حتى القصه البوليسيه وعميد الشرطه اللي كيبحث في القتل ديال المغنيه اللي ماتت في الفيلم كيلقى راسو في الاخر باللي حتى هو عنده يد في القضيه، الشيء اللي كيطرح قدامه مجموعه ديال الاسئله وغيخليه فريمون يوقع في حيره. فكنظن الفيلم فيه كثير من التزويق في لحظات قويه، لانه كاين العنف ضد المراه، كاين التحرش بالاطفال والاغتصاب، كاين مستشفى الامراض العقليه، كاين مجموعه ديال المواضيع اللي كتطرح في هذا الفيلم، وهذا اللي كيعطيه هذا الغناء هذا. ان شاء الله في هذا الشهر والشهر الجاي صمت الفراشات والولاة الروح اللي هما من خلالهم خديت جائزه احسن ممثله في الاسكندريه في الدوره هذه اللي دازت هذه السيمانه الدوره 34، وجوج الافلام اخرين غيخرجوا، تاكسي بيض ومراه وراء المراه ديال منصف مالزي وديال جمال بالمجدوب. بتاتا بالعكس انا وحفيظه انا كان هي اختي الصغرى يعني هي كتحس فاش كنكون انا فان بلاطو بحال معاها امها، لان عندي ديما هذا سونتيمون دو مير كتشاور معايا كنتشاور معاها فاش كتكون معاك اختك او زوجك او خوك ولا كتشاوري، يعني حتى الا كنتي ماشي مثلا على الخط اللي خصك تكوني فيه هما كي اوريونتيك فيغ لو لا لا يعني لو شومان جوست. بالعكس ما كاينش منافسه، كاين استشارات، كاين هي كتشجعني وانا كنشجعها. حنا كفنانه من خلالنا نطرحوها دابوغ، لما كنطرحوها للناس وكيكونوا نساوها، لانه كاين حنا في مجتمع ما كيقراش بزاف، فالناس كيتعاملوا مع الصوره بشكل كبير، فالصوره حتى هي كيمكن ينساها قدام هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه اليوم في الوسائل التواصل الاجتماعي. الواحد كيشوف واحد الفيديو من بعد خمسه دقائق كتقول له شنو شتي، كيكون شاف 40 فيديو ما عقل على حتى شي واحد فيهم. ولكن الافلام كيبقى دائما عندها قوه، لان علاش؟ كتخاطب اللاوعي ديالنا، والشخصيات كتسكن في الداخل ديالنا وكنتعاطفوا معها. لما كنتعاطفوا مع واحد الدور وكنخدموا مع عقلنا فكنشعروا به اكثر وكناديو اكثر، وايضا الناس كتوصلهم الرساله بشكل اكبر لانه العقل كيصدق بلي هذاك الشيء سيفاي. في صمت الفراشات في المغربي، انا اصلا اي فيلم مغربي كنبغي نشوفه، يعني غير هذه السيمانه جيت شفت فيلم مغربي في السينما، ماشي اون افون بروميير ولكن كمتفرجه. واليوم بغيت نجي حيت الصديق ديالي رشيد الوالي كاين في الفيلم وكيعجبوني الممثلين سعيده بعدي، وكانتاج مغربي نبغي نعرف شنو جديد، وخصوصا